صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما يقوم به الرافضة في هذا الزمن من المد الرافضي والدعوة إلى مذهبهم، وما يهدف إليه من تدمير العباد والبلاد وبالذات أهل السنة الموحدين، فما هو موقفنا نحن أهل السنة تجاه هذا التوسع الرافضي، وما الذي ينبغي أن نقوم به؟ العمل الرافضي والتشيع ما هو جديد، هذا من قديم، من حدث التشيع وهم يعملون على هدم الإسلام من عهد عثمان رضي الله عنه إلى وقتنا هذا وإلى ما بعد. فالرافضة والشيعة دائما مع النصارى ومع الكفار ومع اليهود يساعدونهم على هدم الإسلام، التاريخ يشهد بهذا. ما الذي أسقط دولة الخلفاء الراشدين؟ ما الذي أسقط دولة بني أمية؟ ما الذي أسقط دولة بني العباس؟ ما الذي جلب الصليبيين؟ إلا الرافضة قبحهم الله. راجع التاريخ وتشوف. نعم انت أحسن الله. والله تعالى أعلم.